بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 5 لكتشر 5-7. نشوف dependent motion، نحل البروبلم 5-4. أولا يقول في بعض الأحيان البوزيشن تبع بارتكل تعتمد على حركة على البوزيشن تبع بارتكل أخرى. في هذه الحالة لما تكون تعتمد على شيء آخر نقول إنه الموشن is dependent، يعني is dependent motion. مثال حركة البلوك B هنا، لاحظ أنها تعتمد اعتماد تام على حركة البلوك A. إذا نزلت البلوك A البي تطلع والعكس. السلك الموجود عندي هنا هذا المعلق في هذا البلوكس، هذا ثابت طوله، ثابت دائما طوله دائما ثابت، نسميه كونستانت. هنا ودنا نجزئه إلى سيجمنت، إلى قطع. الجزئية هذه هي XA، إذا أضفتها على 2XB، لاحظ هنا هذه الجزئية نسميها XB، لكن هي نفسها هذه زي 2XB، هذا يساوي constant اللي هو طول السلك الكلي. Since one of the two coordinate XA and XB can be chosen arbitrarily، نحن نحتاج بس نثبت واحد علشان نعرف منه الثاني، ما نحتاج الاثنين يكون مثبتين، لا واحد ثبته أعرف منه الثاني مباشرة. أو ممكن تقول هنا أن البلوك B لا تعتمد إلا على حركة بلوك A. في هذه الحالة نقول أنه السيستم عندنا 1 degree of freedom. لما يكون عندي مثلا 3 بلوك، في هذه الحالة يكون عندي 2 degree of freedom. لاحظ المعادلة اللي سويتها هنا على المسافة هي نفسها تمشي على السرعة وعلى التسارع فقط بالاشتقاء. شوف sample problem 5-4. يقول لك أنه البولي دي هذه تنتقل بمسافة سرعتها 3 متر بير سكند عند اللحظة T equal 0. إيش اللي كان؟ كانت عندي الكولر A عند الـ K وكانت السرعة تبعها 0، فلما الكولر A هذه وصلت إلى الـ L كانت سرعتها 12 متر بير سكند. لما وصلت الكولر A عند الـ L قديش كان التغير change in elevation، تغير في الـ elevation تبع الـ B، قديش السرعة وإيش هو الأكسلريشن. نبدأ بالموشن أوف كولر A، بما أن سرعتها تتغير وبالتالي هي يونيفورم أكسلريتد ريكتلينير موشن، نطبق عليها قانون الـ V تساوي الـ VA. نحن نتكلم لما وصلنا للـ A كانت السرعة كام؟ 12 متر بير سكند معروفة، والـ V0 تساوي 0. XA ماينس X0 اللي هي المسافة اللي انتقلتها من الـ K إلى L 8 متر. اوكي، اذا الـ A تساوي 9 متر. نطبق القانون الاخر اللي هو السرعه بالنسبه للزمن، وعارفين انه في 0 يكوال 0، اذا الـ T تساوي 1.33 اللي هي ايش؟ اللي هو لما توصل الكولر A عند الـ L. بالنسبه للبولي دي السرعه دائما 3 متر بير سكند، اذا السرعه ثابته، اذا عندي يونيفورم ريكتلينير موشن. الـ XD تساوي XD0 زائدا VT، الـ V تساوي 3، والـ T معروفة اللي وصلت فيها الكولر A عند الـ L، إذا نعوض عنها 3 مضروبة في 1.33 4، إذا المسافة XD ماينس XD0 تساوي 4 متر، إذا البلوك D تحركت بـ 4 متر. هلا بدنا نشوف الموشن أوف بلوك B، لاحظ هنا عندي هنا الـ XA اللي موجودة عندي هنا زائد 2XD. ليش؟ لأنه الـ XD هي هذه وهذه زائد XB والجميع يساوي constant. نفس القانون لكن هنا عند اللحظة T equal 0 عند البداية. الفرق بين المعادلتين، إذن هذه ناقص هذه تعطيني إيش؟ تعطيني هذه، وهذه اللي هي الاثنين هذول الـ XB اللي هي هذه. لكن بالنسبة للكولر A نعرف أنها تحركت بثمانية متر، بالنسبة للبولي دي نعرف أنها تحركت بأربعة متر. هل لو بدنا نعرف منها مباشرة قديش تحركت البلوك B؟ تحركت بناقص 16 متر، يعني باتجاه الأعلى، تحركت باتجاه الأعلى بمسافة 16 متر. بالنسبة للموشن أوف بلوك B دائما، لكن المعادلة اللي كانت عندنا من شوية نروح نشتقها هتعطينا السرعة، نفس المعادلة لكن على السرعة، وتعطينا تساوي صفر لأنه الكونستانت مشتقه صفر. الـ VA عند الـ L تساوي 12، والـ VD سرعته ثابتة أصلاً تساوي 3 متر دائماً،
إذا الـ VB قدرنا نطلع اللي هي ناقص 18 متر بير سكند. نشتق المعادلة من جديد تعطيني التسارع، لكن بالنسبة للـ AD هذه تساوي صفر. ليش؟ لأنه أصلاً هذا يونيفورم، ما يغيد السرعة ثابتة، إذا التسارع يساوي صفر، وبالتالي ما بقى عندنا إلا الأكسلريشن تبع الـ AB يساوي ناقص 9 متر بير سكند، يعني يتحرك باتجاه الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.